نمضي معكم مشاهدينا الكرام إلى زاوية الطريقة الثالث للكاتب بكري المدني من صحيفة الرأي العام والتي جاءت اليوم معنونة بالحج أم الحاجات. يستهل الكاتب زاويته بالقول بعد أن قالت هيئة الحج والعمرة هذه كلمتها بحصول أو بخصوص موسم الحج لهذا العام والذي يقارب 100,000 جنيه، يقفز السؤال الملحاح: هل الأولى للمستطيعين إليه سبيلا من أجل السودان أداء شعيرة الحج أم الدفع بهذا المبلغ الضخم لمن يحتاجونه داخل البلاد؟ ويتابع الكاتب قائلا: لا تخلو أسرة ممتدة في السودان من فقراء تقطعت بهم السبل فعجزوا عن توفير متطلبات يومهم، ولا تعدم أسرة كبيرة مريضا يكلف علاجه ملايين الجنيهات، أو رب أسرة عجز عن تعليم أبنائه، إلى آخره من المآسي التي أعتقد أن تقديمها على الحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا. يتأسف الكاتب قائلا: مؤسف أن تغيب عنا الغايات النهائية للعبادات، والمراد منها إرضاء الله والفوز بالجنة وليس الصورة الشكلانية على حد وصفه وكأنها جزء من العادات والأعراف، ولن يرضى الله عن امتلاء المساجد بمن خلت قلوبهم من الإيمان ولن يستمع إلى دعائهم وندائهم وأرواحهم خالية من الرحمة، وليس الدين بكثرة الأعداد وإنما الدين الرحمة والمعاملة. يختتم بكري المدني هذه الزاوية قائلا: إن 100 مليون يدفع بها القادر لمرضى الكلى ولشراء مواد تموينية لأسرة فقيرة ولسداد رسوم طالب غير مستطيع لهو أفضل عند الله من حج بيته. هذا والله تعالى أعلم.